ثلاثة أعوام مرت ونحن نتابع ونرصد، نحلل القضايا ونعمل على إيضاح الرؤية، ننحاز للإنسان ونعبر عن وعيه وضميره، ومع تسارع الأحداث نسابق الزمن لإيصالها إليكم بكل مصداقية ومهنية. لكل قصة أبطالها ولكل خبر جوانبه، نحاول هنا أن نكون الأقرب إليكم لننقل معاناتكم ونناقش همومكم ونقترب أكثر من زوايا القصة لنرويها لكم كاملة. تمسنا الأخبار وتؤلمنا الأحداث، لكنها تجعلنا أكثر إصراراً من أجل مواطنة متساوية ومستقبل يتسع للجميع. كنا وما زلنا صوت المهجرين والمختطفين، هذا وعد قطعناه منذ البداية. يوماً بعد آخر ندرك أهمية الالتزام بالمعايير المهنية في نقل الأحداث، نؤمن أن جمهورنا يشاركنا الكثير من القناعات ويدعم توجهاتنا في تسليط الضوء على همومه ومشاكله. نعرف اليوم أكثر أننا الأقرب لأنكم تشاركوننا في صنع الأخبار وتحديد خارطتنا البرامجية.